أكد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت اليوم إحدى البوارج الحربية التابعة للعدوان السعودي ودمرتها قبالة السواحل اليمنية في المخا، وذلك بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها وإحراقها بالكامل، وشهدت البارجة المعادية وهي تغرق. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. للمرة الثالثة على التوالي تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من إغراق بارجة حربية تابعة لتحالف العدوان السعودي قبالة السواحل اليمنية بالمخا. مصدر عسكري قال إن وحدات الجيش واللجان أطلقت اليوم صاروخا على إحدى البوارج التي كانت تقصف مدينة المخا ودمرتها بالكامل، وشوهدت وهي تغرق وسط تحليق مكثف لطائرات الأباتشي. وتعتبر هذه العملية النوعية الثالثة مفاجآت الجيش واللجان لقوى العدوان في عرض البحر. العملية النوعية للجيش واللجان في المخا جاءت بعد تعرض الشريط الساحلي لقصف مكثف من قبل بوارج وسفن العدوان الحربية وطائراته، وهو ما أكده مدير عام ميناء المخا. العدوان البربري اللي تقوده المملكة العربية الصهيوني هذه استهدفت الإنسان والشجر والحجر، لقد استهدفت كل شيء في المخا، استهدفت الميناء، استهدفت المصنع حق الثلج، استهدفت الطريق، استهدفت الإنسان، استهدفت المراكز الصحية، استهدفت القواطر، استهدفت المدينة السكنية، المجزرة البشعة التي اهتز لها الوجدان، استهدف عرس للنساء، استهدف البنك المركزي، استهدف المنازل السكنية ومخازن التجار، إنه يستهدفها في كل وقت من البوارج والطائرات في من أجل أن يذلها، من أجل أن يخضعها، من أجل أن تكون موقع مسرح من مسارح الدم التي يتحمل وزره العدوان. وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية دمرت في 10 أكتوبر الجاري بارجة حربية تابعة لتحالف العدوان السعودي في البحر الأحمر بعد أيام من استهداف بارجة أخرى في باب المندب. العدوان السعودي يسعى للسيطرة على باب المندب، غير أن كل محاولاته باءت بالفشل، فأبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا خلال الأسابيع الماضية أكثر من 40 محاولة كبدوا فيها قوات العدو والمرتزقة خسائر فادحة. وكان الجيش قد رصد مشاركة صهيونية في معارك باب المندب، وهو ما يؤكد حقيقة الدور الإسرائيلي في المخطط العدواني الذي يستهدف اليمن عموما وباب المندب خصوصا.